السلام عليكم ورحمه الله انا الدكتور محمد سليم ودي حلقه جديده من فيديوهات معلومه نفسيه النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشكلة من أهم المشكلات اللي بتخلي الأسر تجيب أطفالها لعيادة الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين وهي مشكلة فرط الحركة الطفل حركته كتير قوي ما بيقعدش في مكان ما بيستقرش وبالتالي ما بيركزش لأن هو طول ما هو بيتحرك كتير بيبقى مشتت وما يقدرش يركز في حاجة واحدة كل ما الحركة تزيد التركيز يقل وزي ما احنا عارفين طبعا الأطفال بشكل عام حركتهم أكتر شوية من الكبار وخصوصا الأطفال اللي في سن ما قبل المدرسة تبقى طبيعي حركتهم كتيرة شوية فعشان نعتبر الطفل ده مصاب باضطراب فرط الحركة قله الانتباه احنا حاطين شروط الشروط دي لازم تتوفر في الطفل عشان نعتبر ان دي مشكله حقيقيه ولازم لها حل او علاج وزي ما قلنا في فيديوهات سابقه احنا بنقارن الطفل بالاطفال اللي في سنه فلازم تكون حركه الطفل ده اكتر من معظم الاطفال اللي في سنه ولازم يكون تركيزه اقل من تركيز معظم الاطفال اللي في سنه ولازم تكون الظاهره دي مسببه مشكله في اكتر من مكان مش بس في البيت ممكن يكون في البيت وفي المدرسه او في البيت والنادي لازم تكون مؤثره على مستواه الدراسي فبيكون اداؤه في المدرسه مش متناسب مع ذكائه الحقيقي او مأثرة على حياة الاسرة بشكل عام زي ما يكون الطفل مثلا بيبقى مندفع قوي لدرجة ان هو بيعرض نفسه لمخاطر وحوادث كتير ولما الاسرة مثلا بتخرج او بتروح في اي مكان ما بيبقوش عارفين يقعدوا من كتر حركة الطفل طيب ايه السبب في المشكلة دي زي ما قلنا قبل كده معظم الاضطرابات النفسية بيبقى لها اسباب وراثية واسباب بيئية يعني في حاجات ربنا خلقنا بيها وفي حاجات احنا بنتعرض لها في البيئه بتاعتنا معظم الاسباب المؤديه لفرط الحركه وقله الانتباه بتبقى اسباب وراثيه بتؤدي لضعف في نمو بعض الخلايا في المخ وده اللي بيخلينا نعتبر ان اضطراب فرط الحركه وقله الانتباه هو واحد من الاضطرابات النمائيه العصبيه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات بتاع الذكاء الضعف اللي موجود هنا في نمو او في كفاءه عمل الخلايا بيبقى موجود في الخلايا المسؤوله عن التحكم في السلوك واللي بتخلي الطفل يقدر يرسى ويركز كده ويقعد على بعضه عشان يركز وطبعا في الخلايا المسؤوله عن التركيز والخلايا ده هي بتبقى موجوده في الفص الامامي من المخ وهي دي اللي بتتحكم في سلوك الطفل وحركته وبالتالي ضعفها بيخلي الطفل ده مندفع وما بيقدرش يتحكم في نفسه كويس وده اللي بيزود احتماليه معظم المشاكل السلوكية تقريبا زي العصبية والعنف والعدوانية وتخريب الممتلكات إلى آخره وده كذلك السبب في أن اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه ممكن يكون مصحوب باضطرابات تانية زي ضعف الذكاء وزي سمات التوحد وزي اللوازم الحركيه او الحركات اللا اراديه وزي اضطرابات التبول او التبرز اللا ارادي واحيانا فرط الحركه وقله الانتباه بيكون موجود لوحده مفيش معاه اي اضطرابات تانية طيب ازاي بنشخص الاضطراب ده هوت في الحقيقه احنا بنعتمد على شكوى الاهل وعلى الكشف على الطفل وملاحظته واجراء بعض القياسات النفسيه اللي بتاكد لنا ان الطفل ده هوت مختلف عن معظم الاطفال اللي في سنه في ناحيه الحركه وفي ناحيه التركيز وغالبا ما بنحتاج راي المدرسه او المدرس بتاعه عشان ما يبقاش اعتمادنا كله على راي الاهل والام بس. وعلى خلاف ما يظن معظم الناس فالاشعاعات المتوفره حاليا ورسم المخ ما بيبقاش لها دور كبير في تشخيص فرط الحركه وقله الانتباه لان المشكله اللي موجوده اللي احنا قلنا عليها في خلايا المخ ما بتظهرش في الاشعاعات دي لانها بتبقى مشكله وظيفيه ما هياش مشكله تشريحيه يعني مشكله في كفاءه عمل الخلايا مش في شكل الخلايا. وحتى لو في اضطراب في الكهرباء اللي طالعه من المخ وظهر في رسم المخ فده غالبا ما بيبقاش له علاقه باضطراب فرط الحركه وقله الانتباه طب ازاي نعالج الاضطراب ده هو طبعا الحالات الخفيفه ممكن تعالج بالبرامج السلوكيه وبرامج الاداره التربويه اللي احنا فيها بنوجه الاهل ازاي يتعاملوا مع الطفل ده هو وجلسات تعديل السلوك ولكن الحالات المتوسطة والشديدة بتحتاج علاج دوائي والعلاج ده هو بيعتمد أساسا على تنشيط الخلايا المسؤولة عن التركيز والمسؤولة عن التحكم في السلوك لو ربنا سهل والطفل ارتاح على العلاج ده هو وتحسن بنحتاج نكمل عليه فترة طويلة شوية مش أقل من سنة أو سنتين وأحيانا أكتر من كده لحد الخلايا بتاعت المخ ما تقدر تعتمد على نفسها وتأدي الوظيفة بتاعتها من غير مساعدة العلاج طيب لو احنا اهملنا الطفل دهوت وما وقلنا دي شقاوة اطفال وهتروح مع الوقت فالشقاوة دهيت ممكن تروح فعلا وممكن ما تروحش وحتى لو راحت فعلى بال ما تروح بيكون سببت لنا مشاكل كتير من ضمنها التاثير على المستوى الاكاديمي للطفل في المدرسه ومن ضمنها تطور المشكله للتمرد والعناد او لا قدر الله الجنوح السلوكي زي الكذب والسرقه ولما الطفل ده بيكبر وبيبقى مراهق فمعدلات المشاكل السلوكيه المختلفه وتعاطي المخدرات والادمان بيبقوا كلهم اعلى في الاطفال اللي كان عندهم فرط حركه وقله انتباه وما تعالجوش اكتر من الاطفال الطبيعيين او الاطفال اللي كان عندهم المشكله دي وتعالجوا منها وده يوضح لنا اهميه تشخيص وعلاج هذه المشكله. شكرا ونشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله مع معلومه نفسيه والدكتور محمد سليم. سلام عليكم.